ليبيا. ليبيا الآن على صفيح ساخن، القذافي زي ما بيقولوا في المثل العام عندنا بسبع أرواح، كل ما يقولوا إن هم قبضوا عليه أو اقتربت المسألة من نهايته يخرج علينا بتسجيل صوتي منسوب إليه بأنه حي يرزق وأنه سيقاوم حتى النهاية. هل ستكتب نهاية القذافي خلال هذه الساعات؟ الله وحده يعلم، لكن الذي يعلمه الجميع إن ليبيا وضعت الآن على تراك الديمقراطية، الشعب هو الذي سيختار قادته، لكن إلى جانب الشعب والإرادة الشعبية هناك أطراف كثيرة تلعب في الساحة الليبية. الأطراف الغربية لها مصالحها، الأطراف الإقليمية لها مصالحها، مثلما يحدث في كل البلاد التي حدثت فيها ثورات شعبية. ليبيا الآن كما أقول على صفيح ساخن، يصعب التنبؤ بمستقبل ليبيا، ولذلك نسأل اليوم ما هو مستقبل ليبيا بعد القذافي. يسعدني هذه الليلة أن يكون معي الأستاذ الدكتور مختار غباشي، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية ونائب رئيس المركز العربي للسياسات الاستراتيجية والسياسية. أهلا بك دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. ليبيا راحة فين يا دكتور؟ يعني أنا أتمنى أن ليبيا تذهب إلى منظومة جامعة الدول العربية وتصبح عضو فاعل، دولة ديمقراطية. ليبيا إقطاعية نفطية بيشكل فيها النفط عمق مهم جدا، تاني أكبر احتياطي للنفط على مستوى القارة الإفريقية. ليبيا أول مخزون استراتيجي من الغاز المسيل أو الغاز الطبيعي. ليبيا دولة هامة جدا، دخلها البترولي دخل كبير. أتصور لو استطاعت أن توظف هذه الإمكانيات داخل المنظومة العربية أو حتى داخل القطر الليبي، نستطيع أن نرى دولة في مصاف الدول الصناعية أو التجارية الكبرى. ليبيا كان عندها كل هذا الثراء وهذه الثروة، سواء التي اكتشفت أو التي لم تكتشف، سواء التي خرجت على السطح أو داخل السطح، ومع ذلك ليبيا لم تتشكل فيها بنية صناعية أو بنية تكنولوجية أو بنية تقدمية في كافة المجالات. مشكلة ليبيا كمشكلة كافة الأقطار العربية. احنا عشنا فترة طويلة، عقود طويلة، من بداية الخمسينات أو من بداية التحرر العربي من الاستقلال العربي من الاحتلال، وتبوأ قادة عرب أو ممثلين للشعوب لهذه الأقطار العربية. بلاش ممثلين للشعوب، هم خرجوا من انقلابات عسكرية، إما انقلابات عسكرية بشكل أو بآخر، لكن عايزين نقول بشكل أو بآخر، بدل ما كان بيحكمك أجنبي أصبح بيحكمك مواطن قطري أو من نفس القطر نفسه. لكن للأسف الشديد الكل أتى، إما نظم أتت استبدادية سلطوية أو أسر حاكمة تتوارث، وبدأت تتوارث ثورة وتتوارث سلطة، وبدأت تعمل تزاوج ما بين المال والسلطة. حصل ده عندنا في مصر، تزاوج المال والسلطة، وظهرت بزوغ رجال أعمال كتير. ثم حصل الكلام ده شايفينه في ليبيا، رامي مخلوف وهيمنته على الاقتصاد السوري، لقينا ده في ليبيا القذافي وعائلة القذافي، والصراع المرير اللي كان ما بين أولاد القذافي نفسهم على شركة الكوكاكولا أو توكيل الكوكاكولا داخل القطر الليبي. فما كانش لهم مغزى أو الإرادة السياسية داخل القطر نفسه ما كانتش مجتمعة على أنها تخلق دولة ذات نهضة. يعني عندما جاء رجب طيب أردوغان لحكم تركيا، وهو في كتاب شهير لي وبيتكلم عن شروط النهضة أو مصادر النهضة للتركية، أتى في 2002 وحط أمامه كفاحات ثلاثة، هو سمى هذه الأمور كفاحات ثلاثة. الكفاح الأول كان ضد الفساد، الكفاح الثاني ضد المحرمات، الكفاح الثالث ضد الفقر. كفاحه ضد المحرمات كان محرم في تركيا خصوصا بعد ما جاء كمال أتاتورك، انك انت تتحدث عن الدين، تتحدث عن التدين، تتحدث عن الحجاب، عن كلام من. استطاع رجب طيب اردوغان ان ينهض بتركيا من 2002 حتى 2011 بتاريخ اليوم لتصبح سادس اكبر اقتصاد في الساحه الاوروبيه ورقم 13 على العالم. واستطاع ان يعني يمشي شوط
كبير ضد كفاحه ضد الفقر او ضد الفساد. عندك انت في العالم العربي المساله مختلفه، انظر الى التجاره المينيه ما بين الدول العربيه بعضها وبعض برغم الدخول الدخل الكبير. التجاره البينيه ما بين الدول العربيه بعضها وبعض بتتحدث عن 11% في الوقت ان التجاره البينيه ما بين الدول العربيه والعالم الخارجي وصلت في مداها الى 60% و70%. دول نفطيه تعتمد احنا بيسموه علماء الاقتصاد الدخل الريعي، بتعتمد بشكل او باخر على فلوس جايه من الهواء او فلوس جايه ببلاش، فاصبح الانفاق ببزخ على الاستهلاك بدون النظر الى مشروع استثماري او مشروع قطري تستطيع ان تشاور اليه بالبنان. بعكس الهند، ودي دوله نشات معانا في طياتنا، بعكس اقطار كبيره جدا. وانا اسوق لسعادتك مثال، مثلا ونحن نتحدث عن ليبيا او نتحدث عن الوضع في العالم العربي، كان هناك محاضره شهيره لعالمنا الكبير فاروق الباز في دار الاوبرا المصريه. أيوة. وكان يتنظر ويقول عشت زمان، ده فاروق الباز اللي بيتحدث ذلك، عشت زمان كنا نتنظر عن الانسان اللي مش فاهم او ما يعرفش يقول ده هندي. فيستطرد فاروق الباز في حوار ويقول اليوم توجد قريه في الهند دخلها السنوي من برمجيات الكمبيوتر 14 مليار دولار. ويقول يا ريتنا كنا هنود، يتمنى ان يصبح هنديا. فبعكس بقى، انظر بقى ليبيا، انظر الحادث في اليمن، سوريا، خد كل الاخطار العربية. الان معي اتصال هاتفي اجريناه مع الو عزه. ايوه الو عزه، يبدو ان القطاع تليفون خط قطع. حتى نستكمل الاتصالات مع مجموعة من أهم الكتاب والمحللين الاستراتيجيين. دكتور غباشي، بعيدا عن التوصيف، هي اشمعنى تركيا هي النموذج اللي عمال يعني يشغل بالنا جميعا؟ تركيا نموذج براك، لانه اولا العمق التركي هو عمق اسلامي. تتحدث عن دوله تركيه هي الدوله العثمانيه القديمه، هي الدوله التي حكمت العالم العربي وجزء كبير جدا من اوروبا الشرقيه على مدار عقود وعلى مدار سنوات طويله. احتلت العالم العربي، لولا حكمته او احتلته. تحت اي مسمى. اتصور لولا التواطؤ الاوروبي او الضغط الاوروبي على تركيا، ودي لها حديث نستطيع ان نسرد له مجال، يعني كيفيه سقوط الدوله العثمانيه. أيوة. وكيفيه سقوط الخلافه الاسلاميه اصلا في تركيا. فتركيا دوله اسلاميه بشكل او باخر، صحيح هي بعد مجيء كمال اتاتورك وبعد الغائها للدين وانجذابها نحو العلمانيه وسعيها الحثيث للانضمام للاتحاد الاوروبي، واحنا تحدثنا في ذلك كثيرا، ان تركيا لو دهنت نفسها عسل ايضا مش هياخدها الاتحاد الاوروبي، يعني هي لن تذهب الى الاتحاد الاوروبي لان الاتحاد الاوروبي لن يقبل دوله اسلاميه بشكل كامل داخل. وبرضه الدول العربيه عليها تحفظات، يعني الناس برضه الشعوب العربيه برضه عليها تحفظات على الجانب التركي. صحيح، لكن تركيا اعتقد من مجيء رجب طيب اردوغان او حزب العداله التنمية لتركيا بدأ يكون في اتجاه لتركيا نحو العالم العربي والإسلامي. وأنا أتصور أن الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية خصوصا في المحيط العربي، تركيا أحد اللاعبين الأساسيين أو الرئيسيين في هذا المحيط. إذا كنت تتحدث عن تركيا، تتحدث عن إيران، تتحدث عن المملكة العربية السعودية بمالها، تتحدث عن إسرائيل وقطر بإذاعة الجزيرة اللي عملت جدل كبير جدا في السنوات الأخيرة. يعني أحيانا بيتنظروا ويقولوا يعني قناة طلعت لها دولة، يعني صحيح. انت عندما تتحدث عن قطر تتحدث عن قناة تحكم دولة. وعندما تتحدث عن إسرائيل تقول أن إسرائيل جيش يحكم دولة. فهي ده يعني، لكن بشكل أو بآخر احنا نتحدث عن قطر لاعب، يعني لاعب مهم جدا. قطر لاعب مهم جدا مع تقديري لعدد سكانها أو تقديري لكل. لا لا لا، هي مسألة مش السكان. احنا طبعا اعتزازنا كبير بالشعب القطري، واعتزازنا كبير بالنظام القطري، واعتزازنا كبير بدولة قطر، لكن نحن نتكلم عن مصالح. عن مصالح يعني وانت المركز الدراسات الاستراتيجية والعربية وله علاقة بالجامعة الدول العربية. صحيح. الانتخابات الأخيرة لاختيار أمين عام لجامعة الدول العربية كانت قطر جزء من اللعبة السياسية في طرح المرشح منافس للمرشح المصري. أصل أنت قمت أتصور أن قيمة القطر أو قيمة الدولة هي بقدر ثقلك في السنة الإقليمية التي يعني أخطر ما عاشت به مصر أو هذا القطر العربي تلك العالم العربي من عدد السكان وغيره، أنها تمحورت داخل منطقة وبعدت
وتأثيرها الإقليمي وتأثيرها الدولي انخفض تماما. قطر لعبت على هذا الوتر، أصبح لها دور فيما يحدث داخل الساحة اللبنانية والصراع ما بين الأقطاب اللي موجودين في لبنان، كان لها دور في علاقة حماس بمنظمة التحرير أو بفتح، ولعب الدور ما بين الطرفين. يعني قطر بعيدا عن قطر، انا هرجع لليبيا تاني لان ليبيا هي الصفحه الساخنه عني. هل حضرتك بتتصور القذافي الان؟ القذافي ما هو مصيره خلال الساعات القادمه؟ هل سيستسلم؟ هل سيهرب؟ هل سيقتل؟ هو ليس امامه بديل. احنا مشكله القذافي او مشكله اصحاب الحكم الطويل تتحدث عن رجل اتى الى الحكم في ظروف هذا القطر فاصل الليبي العزيز علينا، بتتحدث على مدار 40 عاما على مدار سلطة الحكم. طب معنا فاصل سريع ونعود لنناقش هذا الملف الساخن مع دكتور مختار غباشي وصفحات ساخنة على قناة الصحة والجمال. صيدليات سيف، أسرع خدمة توصيل في مصر. 19199 فروعنا بجميع محافظات مصر. صيدليات سيف 19199. متروحش بعيد عن عينينا وتسيبنا وفي ايدينا لمسين منك امان، متروحش بعيد عن قربنا وتسيب دنيا تاخدنا لزنوب حتى الكلام. رمضان شهر الخير، رمضان شهر كريم، رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النيران. رمضان شهر الخير، رمضان شهر كريم، رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النيران. متروحش بعيد عن عينينا. من جديد وصفحة ساخنة من صفحات الصحة والجمال وليبيا على صفيح ساخن. الآن معي سيادة اللواء نبيل شكري الخبير الاستراتيجي ليطلعنا على آخر المستجدات على الساحة العسكرية على في ليبيا. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير سيادة اللواء. ألو؟ ألو؟ يبدو أن الاتصال حتى يعود إلينا الاتصال مرة أخرى، وعندنا مشكلة في الاتصالات النهاردة يبدو في 6 أكتوبر. لكن سيادة الدكتور
نعود مرة أخرى إلى معمر القذافي، هذه الشخصية يعني احنا طبعا هنفتقدها كثيرا، صح حضرتها جدل كبير، احنا هنفتقدها كثيرا على المستوى الكوميدي على الاقل، يعني على المستوى الكوميدي على الاقل. لكن ازاي يعني انا مش عارف، هي الشعوب العربية كانت يعني شرب حاجة كده يعني، كيف تحكم 40 سنة 41 سنة بهذا النموذج وكل ثروات ليبيا تضيع هباء طوال هذه السنوات؟ وبعدين يعني انت تتحدث في اخر احصائية نشرتها وثائق ويكيليكس ان ثروة القذافي في حدود 108 مليار دولار، فتتحدث عن مصادر ثروة جاية من اقطاعية نفطية، وده سر من اسرار تدخل النيتو او تدخل حلف شمال الاطلنطي او لعب الولايات المتحدة الامريكية دور داخل الساحة الليبية. وكل هذا الدخل ليس مسخر لخدمة الشعب وليس مسخر لخدمة مشاريع قومية تستطيع أن تخدم ليبيا كقطر وتستطيع أن تخدم المنطقة العربية، ولكن كل هذا المال بيصرف ببزخ لعائلة حاكمة تتحدث عن القذافي، وتتحدث في حدود 7 أو 8 من أولاده، ما بين سيف الإسلام، ما بين محمد القذافي، ما بين الساعدي، ما بين هابينال اللي تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة ما بين ليبيا وما بين سويسرا. فبتتحدث عن شبه أسرة إقطاعية. وأنا أتصور أن معظم هؤلاء القادة ومعظم هؤلاء الذين حكموا الشعوب جاءوا بعد ثورات، يعني القذافي أتى بعد سنة 69 فتح بعد الثورة فتح سبتمبر، وكان ملازم أول وادى نفسه رتبة العقيد وبدأ يسير هذه المسألة. لكن لو نظرت من بداية حكم القذافي حتى التاريخ، انظر إلى الجدل الكبير جدا الذي حصل في 84 كان هناك انقلابا ضده واستطاع أن يتحكم فيه. 86 اتهمت ليبيا في تفجير مال هليلي في برلين في ألمانيا، وكانت سبب من أسباب قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمنزل القذافي بداخل منطقة العزيزية وتوفت ابنته من التبني. 92 بدأ نوع من الحظر الدولي على ليبيا بسبب اتهامها بقضية لوكيربي. ومرور بهذا خد هذا التواريخ بقى، 96 كانت بداية قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الطرفين، 2003 تخلت عن ما يسمى بالبرنامج النووي، 2006 بدأت تعاود العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سلمتها كامل المستندات وكامل ما يخص البرنامج النووي. ولو سعادتك قرأت والسادة المشاهدين استمعوا إلى الطريقة التي تخلت بها عن هذه الأسلحة، حاجة مضحكة يعني، تستغرب عن المال الذي صرف والطريقة التي تم التنازل بها ده كله، والمبالغ المالية التي دفعتها ليبيا من تفجير التعويضات لضحايا لوكيربي. فأنت تتحدث عن عائلة حاكمة ليس لها من شيء سوى التلذذ والتنعم بثروات قطر هي بتحكم. يعني هيتحول نظام جمهوري الى نظام ملكي يعني؟ لا يعني انا اتصور احنا في العالم العربي واحنا منهم، احنا بعد حدوث هذه الثورات، يعني ما تم في تونس وما تم في مصر وما تم في ليبيا اللي هو قارب على الانتهاء، وانا اتصور ما سوف يتم في سوريا وما سوف يتم في اليمن وغيره من هذه الاقطار، احنا هناخد فتره زمنيه. لكن حلم الشعوب انها تحكم ديمقراطيا، حلم الشعوب ان يكون في ساسه على سده الحكم يستطيع ان ينهضوا بهذه الشعوب، خصوصا انها شعوب غنيه بثرواتها، غنيه باشخاصها وافرادها، وان يكون لها دور على الساحه الاقليميه والدوليه. لكن انت تتحدث عن دول او عن اقطار في العالم العربي، المنطقة الوحيدة اللي في العالم اللي قضيها ذات طابع تدويل دولي، يعني أنت تخلق القضية داخل العالم العربي ثم تتحكم فيها أكثر دولية وقوة دولية. انظر إلى ما حدث مثلا في السودان، مثلا عندما يوم الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله، كان حجم الوجود الأمريكي أو جامعة هارفرد الأمريكية داخل الجنوب السوداني يتساوى مع حجم كافة الدول العربية مجتمعة أو أكثر من حجم الدول العربية مجتمعة. فاحنا دول تماما بعيده عن يعني. طب دكتور دلوقتي احنا دايما كنا نقول ان هناك مخططات غربيه علشان منع تقدم الدول العربيه وانها تجيب لنا انظمه حكم استبداديه وانظمه حكم خالص متخلفه، ها؟ يعني طيب هل ستسمح لنا هذه الدول الغربيه في الفتره اللي جايه ان تبقى في انظمه ديمقراطيه حقيقيه، ان يبقى في تقدم في الدول دي بحيث ان الدول العربية تستحق
ما تستحقه فعلا من مكانة، سواء كانت بفلوسها أو بصلواتها البشرية أو بغيره أو بغيره. شوف يا سيدي، مالك بن نبي ده كاتب شهير له كتاب اسمه كتاب شروط النهضة. أيوة. في كتاب شروط النهضة كتب عن الاستعمار، كتب جملة مفيدة جدا. إذ لم تكن عندك قابلية للاستعمار فتخلص من المستعمر اللي موجود فيه فيما معنى. يعني إذا لم يوجد أشخاص داخل القطر نفسه عندهم استعداد للتعامل مع الأجنبي وإعطاء هذا الأجنبي مقدرات قوته ومقدرات شعبه، ليستحيل على الأجنبي أنه يخش دولة أو يخش القطر ليه. وانظر إلى دول كثيرة جدا حول العالم، منها ما يسمى بالنمور الأسيوية وغيره. ماليزيا كيف كانت وكيف انطلقت وكيف أصبحت، تركيا كيف كانت وانطلقت وأصبحت، البرازيل وصلت في مرحلة من المؤامرات إلى حد الإفلاس. الآن البرازيل سادس أكبر اقتصاد حول العالم. فأنت بصرف النظر ما فيش شعب أو ما فيش قطر أو ما فيش دولة هي تحب قطر آخر أحسن منها، لكن أنت بمقدرات شعبك وأنت بإصرارك وبتوافر الإرادة السياسية على أنك أنت تساير مشروع ديمقراطي أو مشروع صناعي أو أنك أنت تنهض بقطرك، أنا أتصور أن أي دولة لن تقف أمامك. نعود الاتصال مع ست اللواء نبيل شكري. مساء الخير ست اللواء، كل سنة وحضرتك طيب. سيادة اللواء، عسكريا كيف توصف الوضع في ليبيا بوصفك واحد من أهم الخبراء الاستراتيجيين في مصر؟ أيوة. تمام. و15% تحت ايد القذافي. ينظر لشيء في السماء. سيادة اللواء، يعني أنا دلوقتي ما يحدث في ليبيا الآن هل يندرج ما إلى ما تحت ما يسمى بحرب العصابات أو الحرب الشعبية وليست الحرب المنظمة بين جيوش منظمة؟ طب سيادة اللواء عسكريا، هل تفتكر ان الناتو والغرب سيسلم ليبيا بيضا مقشرة بعد ما يخلص الشعب الليبي من القذافي ويعطيها للثوار، ام سيبقى الناتو تحت اي مسمى من المسميات زي ما حصل في العراق؟ ايوه. فطبعا بعد
تمام. طب اقتصاديا سيادة اللواء، يعني الشعب الليبي هيستبدل القذافي بالناتو او هيستبدل القذافي بالغرب؟ يعني من حد سرق الثروه بتاعته طوال السنوات الماضيه الى الغرب اللي هو هياخد برضه الابار بتاعته والبترول بتاعه؟ الثمن سياسي ولا اقتصادي؟ تمام. وهم اول ما جم قالوا هيقعدوا 6 اشهر طب عسكريا ومن الامن القومي سيادة اللواء، مصر امتدادها ليبيا وليبيا بتمثل عمق استراتيجي للامن القومي المصري، كيف ترى الامن القومي المصري في ظل وجود تواجد غربي في ليبيا؟ ومع ذلك سيادة اللواء، انا ممكن اتصور ان دي عصابات جهود فردية كذا كذا، لكن انا بتكلم في تواجد عسكري غربي. ما بقتش جهود فردية، ما بقتش كده افراد. طيب انا برضو سؤالي بشكل اخر سيادة اللواء، انا كمصري مش من حقي اتخوف من تواجد غربي في ليبيا وتواجد اسرائيل على الحدود الشرقية والسودان كما نعرف جميعا؟ تمام. بالظبط. والله احنا ما صعدناش يا سيادة اللواء، هم اللي بيصعدوا. نفوت عليه. لكن انت سيادة اللواء، السؤال بالأرقام. تمام سيادة اللواء، السؤال بالأرقام، هل سيظل الغرب أو الناتو في ليبيا لمدة نقط كم شهر كم سنة؟ انقطع الاتصال التليفوني. شاكرين لسيادة اللواء نبيل شكري، واحد من أهم الخبراء الاستراتيجيين، طرح العديد من النقاط. أكيد. النقاط المهمة. الغرب ما بيعملش حاجة لسواد عينينا. طبعا هو يعني انظر لتدخل الغرب في ليبيا، وانظر لتدخله أو طريقة تعامله
مع الثورة في سوريا وطريقة تعامله مع الثورة في اليمن. أنا أتصور أن المملكة العربية السعودية وأن الولايات المتحدة الأمريكية منفردتين هما اللاعبين الأساسيين في داخل الساحة اليمنية. الوضع في سوريا مختلف، في توجس، علاقة سوريا بإيران وارتباطها استراتيجيا بها وعلاقتها بحزب الله وحماس لعب دور كبير جدا في التدخل الغربي اللي حصل في سوريا. ليبيا كانت الساحة الوحيدة الفاضية بعد، انا اتصور ان الجامعه العربيه ما لعبتش الدور اللي كان المفترض مطلوب منها، وانا كنت اتصور ايضا ان كان حتى مصر ولولا الظروف الخاصه بيها وثورتها كان ايضا المفترض ان يكون لها دور على الاقل ان يكون في نوع من التدخل طبقا لميثاق الجامعه داخل هذه الثوره، او يكفي ان يكون في تصريح بسحب الاعتراف من القذافي ان هذه الجامعه بتؤيد ثوره الشعوب، يعني يكون في نوع من التدخل له شكل كبير تستطيع انك انت تحجم من شكل التدخل الغربي. ما هي على ليبيا، ما هي الجامعه العربيه دكتور، هي جامعه للحكومات العربيه ولا للشعوب العربيه؟ والله انا ما اعرفش، لكن هو سؤال برضو محتاج احنا محتاجين نطرحه على أصلاً. لكن انا امام جامعه من وقت نشأتها في 45 حتى هذا التاريخ لم يوجد تدخل فعال في اي نزاع حدودي او اقليمي، سوى في 63 ما بين المغرب والجزائر، وسوى في 74 او 75 اثناء الحرب الاهليه اللي اتوجدت في لبنان وسمحوا للقوات السوريه بالدخول. بعيد عن هذين او هاتين الموقعتين لا يوجد تدخل فعال لجامعه الدول العربيه. انا كنت اتصور او الجميع كان يتصور خصوصا ان هذه الجامعه جامعه لشعوب دين واحد، لغه واحده، منطقة واحدة، أقطار متقاربة، تكون جامعة وتكون لها صفة الإلزام على الأقل الإلزام الأدبي على أي قطر يتجاوز ميثاق الجامعة نفسه. لا يعني خلينا علشان نبسط للسادة المشاهدين، جامعة الدول العربية هتقف مع الشعب السوري ضد النظام السوري الآن؟ من حق مفروض مفترض طيب مفترض أن يكون لها وجود، خصوصا أصل نهضة الشعوب أخلت الشرعية عن نظام الحكم اللي موجود فيها. نهضة أي شعب على أي حاكم على كافة دول العالم والدول العربية في المقام الأول هي بمثابة نزع الشرعية عن سدة الحكم اللي موجود فيها. تمام. فإذا يعني المستغرب أو ما نقرأه الآن أيوة. مثلا من الحادث في ليبيا وهي حادثنا، أنه انظر إلى بعد ودخول الثوار إلى طرابلس، بدأ الانجرار العربي أو بدأ الطوفان العربي للاعترافات، بدأت بقى مصر تعترف وبدأت الكويت وبدأت المغرب وهكذا. أنا كنت أتصور أن كان يكون من الأجمل أو من الأحسن أو من الأحدث لإعطاء الأمان للشعب الليبي اللي بيحاول يضحي بشبابه أو حاول يضحي بأفراده في سبيل نظام استبدادي قاهر قابض على نظم الحكم في رمضان، تقف معاه، انك انت تقف معاه تقف معاه بشكل ليبيا ما كانتش عندك فيها مشكله. ليبيا انت يعني لا اتصور ان في مشكله في العالم العربي. انت تتحدث الامارات ثالث اكبر مستورد للسلاح حول العالم، حجم الانفاق للسلاح بالنسبه للدول الخليجيه والمملكه العربيه السعوديه منفرده يتساوى مع حجم الانفاق ده احصائيه بتركيا واسرائيل وايران. فانت بتتحدث صفقه اليمامه 72 مليار صفقات للسلاح رهيبه. ايوه ما هي بس حضرتك بتتكلم في ارقام مش بتتكلم في نوع، يعني بنتكلم في كم مش بنتكلم في كيف. يعني اذا قد تكون فعلا احنا بنستورد اكبر مستورد للسلاح بمئات المليارات، لكن اسرائيل بتاخد احدث ما موجود في الترسانه. لا بصرف النظر عن ده، لا بصرف النظر عن ده، يعني التفوق اقصد ان التفوق مضمون لاسرائيل، التفوق العسكري والاستراتيجي. لا لا في الاسلحه المستورده. لا هو الصراع اللي حصل او حرب حزب الله في 2006 مع اسرائيل ده نهى. خلاص لغى. لا عفوا انا مش بتكلم على الحرب المنظمه ولا بتكلم على القوات المنظمه، انا بتكلم في التسليح. يعني مثلا لو افترضنا ان الطائره F-16 هي دلوقتي بقى في 32 يا سيدي وغيره يا سيدي. لا تاخذها السعوديه ولا تاخذها مصر ولا تاخذها، واذا اخذتها هتاخدها مش مسلحه بنفس التسليح اللي بتاخدها اسرائيل. مع تقدير لهذا الطرح انا اوضحت لسعادتك انك انت لو نظرت الى الصراع القائم او حرب حزب الله مع اسرائيل في 2006 كل هذه المعايير اللي انا اتحدث فيها اختلت او اختلفت.
في 2006 استطاع حزب الله وهي ليست حكومة وليس جيش، ده تتحدث عن مجموعات شبابية أو أقرب إلى المنظمة منها إلى دولة، استطاعت أن تحرق دولة إسرائيل. وأنت لو قرأنا سويا ما نشر، ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، ما نشرت الصحف الإسرائيلية عن حجم التهجير العاكس لإسرائيل، لم يحصل في أي حرب كانت ما بين العرب وإسرائيل. لأنها هي دخلت في حرب عصابات. يعني أنت دخلت لك لو في حرب منظمة يجب أن نعترف أن ميزان القوة بالنسبة بين لبنان وإسرائيل هيكون في صالح إسرائيل إذا دخلنا في حرب منظمة. لكن أنا ما بتكلمش حزب الله له انتصار ونحن جميعا كنا معه ونؤيده، لكن أنا بتكلم في كيفية الكيف. أنا بنفق 1000 جنيه وحضرتك بتنفق 500 جنيه، بس أنا بنفق 1000 جنيه بجيب طبعا مسدسات رش، وحضرتك بتجيب بالخمسمائة جنيه بتجيب آلي، فإذا أنت اللي هتبقى أقوى منه. من الوارد أن يكون هذا الطرح، من الوارد أن يكون هذا الطرح، لكن أنت قضيتك ليست هذه القضية. قضيتك أنك أنت الإرادة السياسية العربية المجتمع مختلة. تمام. فلا يوجد عن، يعني مثلا لو تحدثنا عن الصراعات اللي موجودة داخل الأقطار العربية والصراع العربي الإسرائيلي والخاص بقضية فلسطين، لو نظرت أنا من وجهة نظري وأنا رجل بحثت في هذا الموضوع كثيرا، لم تتوافر الإرادة العربية الصريحة لتحرير فلسطين مثلا، أو لخلق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل مش عادل، لو الوصول إلى حد مقبول. وأسوق لسعادتك مثال، في بعد حرب 73 كانت هناك جولات مكوكية لهنري كيسينجر في منطقة الشرق الأوسط، وزار هنري كيسينجر المملكة العربية السعودية، وضغطت عليه المملكة العربية السعودية، ودي من حسنات المملكة، للذهاب إلى سوريا في ظل علاقات دبلوماسية مقطوعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين سوريا. واستطاع هنري كيسينجر أن يذهب إلى سوريا، وخرج من سوريا ذهب إلى إسرائيل وضغط على إسرائيل وطرقت منطقة في هضبة الجولان تسمى القنيطرة لسوريا إرضاء للمملكة العربية السعودية ب10% من البترول العربي. أنت الآن تملك مقدرات، عندك 3 تريليون دولار مستثمر، مال عربي مستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. في 1985 دي حقائق مهمة جدا. في 1985 تعرضت فرنسا إلى هزمة اقتصادية تتساوى مع الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها اليونان في 2010، كانت تعصف بها، لولا المملكة العربية السعودية أمدتها ب 25 مليار دولار. فأنت لا مالك العربي مستثمر برا. نقطة مهمة جدا أضيفها لك، في 2008-2009 كان حجم الدخل المنتج من البترول في دول الخليج 1300 مليار دولار، حجم المنتج منه. أين هذا المال؟ المال العربي بالنسبة لك ينتج إما يصرف ببزخ لعائلات حاكمة أو يستثمر لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. في الوقت اللي أنت السودان بعد الأزمة أنا باخدك في حاجات كتيرة جدا، بعد الأزمة اللي هي أزمة الغذاء اللي هي بعد حرق القمح، وتعرض العالم العربي لهزة عنيفة جدا بخصوص لأن احنا دولة زي مصر مثلا بنعتمد على 60% من استيرادنا القمح من دولة زي روسيا. فالمملكة العربية السعودية أديرت، مصر أديرت، الأردن أديرت، فبدأنا نبحث عن البديل، فكان هناك البديل في السودان، لكن كانت مشكلة السودان توفير 17 مليار دولار لكي يستطيع أن يكفي السودان العالم العربي من القمح أو الغذاء. نعود لليبيا توفير. لليبيا، هل استراتيجيا هل تشعر بالخطر معي أن ليبيا يبقى فيها تواجد غربي أنا وفي التواجد على الجانب الشرقي، التواجد الإسرائيلي والجماعات اللي أصحاب المصالح اللي قطعت مصالحها بعد غلق الأنفاق وغيره وغيره، وإحنا في حالة قضيتنا أن لابد أن يكون لك دور فاعل. هذا الدور الفاعل إذا كنت أنظر إلى ليبيا كعمق استراتيجي لمصر، وأنظر إلى السودان كعمق مهم لمصر أو عمق استراتيجي لمصر، لابد أن أكون لاعبا أساسيا فيما يدور داخل ساحة هذا القطر. وأكون لاعبا أساسيا ليس بالتصريح الدبلوماسي وليس لكن بمد يد العون، وأن أخش كلاعب مهم جدا داخل الساحة الليبية. من هنا أستطيع أن أحجم الدور الغربي أو دور الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذه الساحة. لكن أنا أسوق لحضرتك نقطة مهمة جدا، وإحنا بنتحدث عن ليبيا وأنا أعلم تماما أن هي حديث الساعة بيننا وبين بعض، لكن مثلا أنا بضرب لسعادتك أمثلة. إحنا في قبل الاستفتاء الذي تم لانفصال جنوب السودان عن شماله، ذهب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بصحبة رئيس المخابرات المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يعرض
الكونفدرالية ما بين الشمال والجنوب عوضا عن الاستفتاء والانفصال. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وأصرت على الانفصال. هذا التصور، هذا التصور الغريب، كنت أتصور أن يكون هذا العرض يعرض على جامعة الدول العربية، هذا العرض ويطلع ثم من الدول وتطلع العربية. بجامعة العربية ده قرار، أو يكون هناك ضغط عربي، ليس ضغط إقليمي أو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، يكون ضغط عربي على السودان للبحث عن كونفدرالية ما بين الانفصال والشمال والجنوب. لكن أنت كما أوضحت لسعادتك، أنت مش إشكالياتك أن قضياتك أو كل قضاياك تتحكم فيها قوى إقليمية ودولية. أنا عشان ليبيا ما تهربش، أيوة، أو ما تخطفش مني، في ثانية ما تخطفش مني، أيوة، لابد أن أكون لي دور كمصر منفردة، أيوة، أو أكون لي دور من داخل منظومة جامعة الدول العربية وأعاود دور داخل الساحة الليبية. أستطيع أن أحجم، خصوصا أن الوضع في ليبيا مختلف عن الوضع في العراق، لا يوجد قوات برية، أنت تتحدث عن ضربات جوية، فتستطيع أنك أنت تصرح أنك أنت غير قابل لهذه الضربات الجوية عند هذه الساعة، إذا كانوا عايزين تمن لهذه الضربات أهلا وسهلا بيهم، ثم نستقطب هذا القطر بمقدراته وثرواته إلى العالم العربي. بهذا الطرح الذي يطرحه الدكتور مختار غباشي، نغلق هذا الملف الساخن في قناة الصحة والجمال، وإن كان في الواقع ما زالت ليبيا على صفيح ساخن. ومن خلال هذا الطرح ومن هذه الدعوة، يجب ألا تترك مصر محيطها العربي حتى ولو كانت تعاني من بعض الوجع في الجسد المصري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,